100%. أنا منتخب تونسي عندي مباراة شو تتسمى الفترة ذي شو اسمها؟ اسمها جورني فيفا ولا وقتاش تعطيهم لك جورني فيفا؟ فيفا تحددهم ولا عندك من 7 ل 12 من 9 ل 16 هذوك بلايانا. أنت فريق وقتاش يلعب الأهلي المصري السوبر كوب؟ نهار الجمعة. اليوم شنو احنا؟ اليوم ثلاث يلعب نهار ثلاث عنده أربعة وخميس يرتاح ويلعب نهار الجمعة على روحه. ما خدمش ورد 4 3 أيام يكمل ويسافر يمشي يلعب على روحه. انت كاهلي مصري بارك الله 600 مليار ولا قداش البيجي قالوا 591 مليار 190 مليون دولار ولا قداش ما عندكش 3-4 رومبلاسون باش تلعبهم وعندك افكتيف يلعب ولا هي لعب لعب الاخرين والاخرين دخلهم شويه دوزيام ميتون اهميه علي معلول في الاهلي مصر علاش انا نحرم روحي وانت لا مش قول لي انا مباراه رسميه راه مباراه السوبر روم هيش كل مباراه اللي عندها اهميه كبيره فلوس 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 لا فلوس, 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 فلوس انت عندك لونجو لونجو كبير وبرستيج على ماتش ما ماتش يقفش اما برستيج يا نسيف هي عندها برستيج ماتش سوبر وانا عندي ماتش تونس ومصر كامله مش برستيج انا راه مش مع فكره انه معناها لا الجامعه غلطه كيما سايبتش علي معلول لا مش هذا انا نحكي لك اللي هي اجتهادات كيما هذه معناها كي تحسبها هكا انا شنو ما انا زاد مشكلتي مصلحه المنتخب انت وضح لي نصيب انا نختي انا مصلحتي المنتخب وضح لي فكرتك انت نصيب مصلحه المنتخب وقت اللي نلقى لو بون رومبلاسون وقت نستحق له حاجتي بالكوب دافريكا انت وضح لي موقفك انت يا نصيب هو مصدر من الاهلي المصري كشف انه طلب كان بشكل ودي خوفا من الإجهاد اللي يمكن يحل على اللاعب قبل السوبر الأفريقي وأشار أنه ليس من حق الأهلي التصعيد ضد الجامعة التونسية هو قال كشف مصدرك التصعيد ضد الجامعة التونسية خاصة أنه اللاعب من حق منتخب بلاده طوال فترة تواجده بالطرابلس معناه اليوم ما حبش تصعد على مستوى مش انا هو مش اصلا ما فماش مشكل هو علاش تصعيد انت لهنا انت نصيف حسيتك مش ضد موقف حسام ولكن ترى انه كان من الامكان ينجموا يخليوه على شو لك حاجه انا تو بقطع نظر نحكيه على البرنسيب البرنسيب شنو اللي يهم خلي الكاع علي معلول البرنسيب اني انا كي باش نجيب ملاعبي نحب نشوفه نجربه مع كاليبر اللي باش نلقاه في الكوب دافريك ان بوتسوانا اقل امكانيات من مصر دونك كي نحب نجرب جوار انا ما شادركش برشا راي خاطر بعد ساعات زاد ملاعبي باش ندخلوا ليكيب الانتجراسيون زاد مهمه فما اوقات بعد ساعات ندخلوا في طون دو جو تبدا ليكيب بنفسها نربيه تتمصر هذا شويه لا تبدا ليكيب كلوب لا لا حتى ليكيب ناصر حتى ناصر راهو كيف كيف لا والله ما كيف كيف والله كيف كيف لا عرفش نقول لك علاش لا عرفش سامحني عرفش نقول لك برك علاش مش كيف كيف السيليكسيون انت جايب دي جوار دو نيفو يلعبوا معناها سوبر كوب قداش من جوار ونيفو يتعدى باش نبر حد في الكيب ناسيونال مش مشكلة مش مشكلة كيفاش مش مشكلة مش نقول لك ما هو زاد احنا انت اونتر نار انت اونتر نار انت مدرب انت مدرب الانتجريسيون تاع اي ملاعبي الانتجريسيون في كونديسيون باهيين لازم توفر له الظروف نتاع النجاح يبدا مثلا حاضر فيزيكمون مونتالمون الانتجريسيون في الاكيب تكون مهمة هو سي ان تيست ولا استنى هو سي ان تيست ولا اي تيست نجم نعرقوا في التيست انا ما نجم نعرقوا الجمهور الكره صعيب تو احنا برشا ملاعبيه في تاريخ الكره وانتم لعبتوا كيب ناسيونال وتعرفوا فما برشا ملاعبيه جاوا دخلناهم في احسن الظروف مشينا نلعبوا في الافريقي كلينا الاعصاب بهم وحتى ومنهارتها وفاو ما وصلوا ما يعملوش كنترول ما يعرفوش يعمل كنترول في الافريقي خاطر لي كونديسيون تبدلت عليه انا كي باش نجيب اليوم ملاعبي من الاوروب دو نيفو ونحب نجرب ونعرف لا فري فالور دو لا بيرسون ساعه قبل الجوار التكنيك والتكتيك والكل اعطيني الكاركتير بيرسوناليتي نتاعو سامحني باحترامتي ما نحبش باحترامتي اللاعبين الكل شكون الجوار في اللون نيفو يلعب عنا في اوروبا اللي جرب فيه معناش كلهم يلعبوا مستوى متوسط جايب من مانشستر سيتي ولا من البايرن هكا هو ما نجيبوا فيهم على قد كورونا وعلى قد كذا هكا هو ما نحطوا في دي كونديسيون باهيه مش نرمي ضد مصر في مصر انا كون تزعلوا بعض باش يلقى روحه تنجم بعد 20 دقيقه لي جرون ماتش هما اللي خلقوا لنا لي جرون جوار مش في المره الاولانيه في التجربه الاولانيه ينجم واحد يخطف ينجم هذاك لكن يكون باهي اما يتشوشت. السؤال احنا كي ما نجربوش كونتر مصر هل عندنا غيره باش نشوفوهم بعد؟ هذا طرحته بعد قليل السؤال ما شوف كي نبداو احنا مجبرين على عندناش ما عندناش بوكو دو شوا عندنا يا هذا يا هذا
واحد ولا اثنين علي العابدي يعني خويا انا نجرب معناها ما نرميش كونتر مصر لا لا يتحرك شكون اللي باش يتجرب اعطيني سمي لي واحد من وعندك الليسته ولا شكون الجوار اللي نجمو نجربوه كونتر مصر مثلا اللي تحب مثلا يجربوا مثلا مثلا سيف الطايف عمر العيوني اللي كانوا حاضرين ماتش مو لعبوا فاليري مثلا فاليري مثلا انا كنت مش كيما لعب في الاكس كيما لعب على اليمين مثلا انا كيف. اذا اليوم جفي اوبتي لا معناها اتروا اون ديفونس اتروا جو بريفير راني اليوم نجربوا كونتر مصر في ان تروازيام اكسيال وما نجيبش عليه العاب دي تروازيام اكسيال باغ اكزومبل مثلا تقول يا كاي انت انا ما نجرب علاش نجرب انا بالياري في الاكس انا عيطت الحدادي علاش والحدادي يضر لي راه بليسي راه هذاك علاش لا لا ما نعرفش بالحكي كمان كي عيط له عاد هو يلعب زي ما تسيال قبل ما نتفلسف انا نجيب يان فاليري انتم حكيتوا على الفورماسيون حكيتوا على الفورماسيون عطيكم فورماسيون بروبابل بالنسبه للمنتخب في انتظار تاكيد تجينا الفورماسيون نتاع المواجهه دونك ايمن دحمان علي العابدي ياسين مرياح منصار طالبي وجدي كشريده الياس خير عيسى العيدوني محمد علي برمضان يوسف المساكني او الياس العاشوري حمزه رفيعه هيثم الجويني حنباع المجبري اوت من الفورماسيون اللي كان حاضر في الكونتر بوتسوان تقريبا 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 كما قلت 80 ولا 90% من التشكيله الاساسيه للمنتخب التونسي اللي باش نلقاوها مثلا في الماتش الاول تاع كوب افريقيا هذه تقر بياس كلهم تقريبا شكون علي معلوم مش موجود لا لا شكون تقلا انا نحكي تو التشكيله اللي عندي التشكيله اللي موجوده تو ما بيناتنا تو بلاصه نتاع الارير جوش تو ولات 50-50 بين العابدي ومعلول ما عادش كان معلول هارب على الناس الكل تو علي العابدي بالماتشات اللي يعمل فيهم قرب له مين جوار ماتش بوتسوانا دونك تقول انت العابدي ومرياح والطالبي وكشريده والسخيري والعيدوني